هاوي المقانيص ويروح دايم مقانيص للربع الخالي، وكان عنده امكانيات واشترى له بيت جديد وقصرت عليه الفلوس. يقول يوم اني سكنت في بيتي الجديد جاورت لي شايب من سنتي، من يقول وكل بعد مغرب نتقهوى يا عنده يا عندي ونسولف عن المقانيص، وهو الرجال هاوي لكن ما عنده الخبره ولا قد يعني راح مغامرات للربع الخالي يقول له بناخي عمره في 28 29 وشقرد يا الولد، ودايم يخدمنا وفي سوات القهوه وفي الشغل ودايم معنا. يقول من كثر ما سولف لهم عن الربع الخالي قالوا والله ودنا بمقناص للربع الخالي. يقول قلت ان شاء الله ييسرها الله. يقول بعد فتره بعد حول سنه تيسرت احوالي الماديه وشريت لي جيب جديد. يقول يوم شريت الجيب قال ما شاء الله على البركه الجيب، اجل الحين تيسرت لنا نروح للربع الخالي. قلت ابشروا ما عندنا مشكله نروح للربع الخالي. يقول الا فيه ولد اللي عمره 12 سنه يقول مشغلني دائما وهو ملازمني. قال انا بروح معك. قال الولد هذاك انا اجهز لكم العزبه وبجهز لكم كل شيء. قلت انتم عجلين. قالوا نمشي الليله يا رجال. قالوا نمشي الليله. يقول قد توكلنا على الله، انا وعدهم من فتره وقلت يلا توكلنا على الله. يقول انا اروح يقول واروح واشتري لي 3 جراكل واعبيهم، ما ادري قالوا 2 بنزين وواحد ماء ولا 2 ماء وواحد بنزين. يقول عبين وركبه في السياره. الا الولد قد جهز العزب وقد جهز اموره. يقول قلت كل شيء كامل. قال كل شيء كامل. يقول احنا نشيل عفشنا. يقول والولد الصغير يشغلني. قال والله لا اروح معه. يقول قلت السياره جديده وتحت الله ومشينا يلا. يقول احنا نمشي. يقول احنا نمشي عن طريق حرب. يقول احنا نتعمق في الربع الخالي نمشي لنا حول 400 كيلو. يقول يوم وصلنا المكان اللي انا ابغاه واللي اعرفه. يقول قلت الليله عاد اصبحنا الصبح ترى من بكره ومشينا ومسانا المساء اليوم معشى. يقول وجينا في المكان اللي انا بيه. يقول قلت نبين عاد اصبحنا الصبح ترى من بكره ومشينا ومسانا المساء اليوم معشى. يقول وجينا في المكان اللي انا بيه. يقول قلت نبين مرحنية ونبين تعشى الليله قريب يتيسر الامر. يقول الولد ما عنده خبره في المقانيص ولا عنده خبره في كثره الماء وقله. يقول هو يتولى الشغل ويقوم يسوي لنا العشاء. يقول انا تعبان وحطيت فراشي ورقدت، والشايب بعد تعبان وحط فراشي ورقدت، والولد قام يشتغل هو يغليم الصغير. يقول ولع والكبس وليلهم كله وقمنا حنا وتعشينا عقب التعب النوم اللي عقب التعب هذه. يقولوا تعشينا وجلسنا معاهم شويات. يقول لي والله ان في تعبنا. يقول قلنا خلنا نهجع لنا بعد شوي. قال الولد بغسل مواعيننا ونبلنا يحسب ان الماء صباب. يقول قام يصرف من الماء الا المقانيص للربع الخالي. المهم يقول الولد اسرف في الماء وخلى الكبس شغال، ويوم خلص شغله ويرقد ويا الغليم الصغير وخلونا. يقول يوم قمت الفجر يقول الا والله اللمبه والعه ولا اللمبه ضعيفه مره لمبه الكبس. يقول الا يوم اوجعني قلبي. يقول اروح للسياره واطفي الكبس وادق السلف لا ما تشتغل. لان في المهلكه فالمهالك انا والشايب هذا ولا الغليمين الورع الصغير. يقول وانا صحيهم قوموا نبي نصلي الفجر. يقول يوم قاموا قلت انتم مخلين اللمبه ولا؟ قال اي والله انا جلست اغسل المواعين. قلت بعد مغسل المواعين الماء واجد ولا شوي؟ يقول يوم جينا الجركن راح النص في غسيل المواعين. يقول قلت بيسرها الله ان شاء الله خلونا نصلي الحين ونتقهوى يسووا لنا قهوه. يقول نصلي ونخلي السياره قلنا ارب انها تشتغل شوي. يقول يوم اخذنا تقهوينا وطلعت علينا الشمس يقولوا طلعت علينا الشمس وحاولنا في السياره دقينا سلفل يا والله ما تنغم. يقول
قلت بتطبب فيها فكينا البطارية دفناها جلسنا جلسنا احترينا قلنا إن شاء الله أنها تعبت حطيناها لي والله ما فيها حيلة. يقول اليوم أيسنا وقلنا بس رحمة من الله يمكن يجينا أحد. المهم يقول حنا على رجال الله وانت طلع للسيارات اللي يطلع على الطعس هذا واللي ولا نقدر نروح بعيد على السيارة. المهم يقول اليوم الأول يمسينا الليل وكل شوي وحنا ندفن بطارياتنا نرجعها في الجيب نحاول ما فيها طب.